إذا ممكن تكون اليورو جيمز في بلد عربي هذا حلم كبير. أما الآن فالدورة 13 لألعاب المثليين جنسياً لعام 2011 تقام في مدينة روتردام الهولندية. افتتح الألعاب عمدة مدينة روتردام أحمد أبو طالب. نحن لا يهمنا نوعية اللقاء ولا يهمنا من ينظم، الدستور الهولندي يخول لكل مواطن الحق في تنظيم أنشطته في مدينتنا، فنرحب بهم جميعاً. وهذا ما تدور حوله ألعاب المثليين، الرياضة. يشارك محمد بن زيان الجزائري الأصل ضمن فريق كرة السلة الفرنسي. أنا لما جيت لأول مرة ألعب مع فريق فرنسا مثلا كان عندي، كنت خايف في المرة إن هناك نقد، فيه هناك الناس حتشوف في بشوف بنظرة مش كويسة، لكن هذا اعتقادي أنا. كل ما عشت في بلدي المسلم كنت خايف إن الناس مش هيستقبلوني كويس، لكن استقبلوني بصفة حلوة خالص. ألعاب المثليين يورو جيمز تدور حول الرياضة لكن أيضا حول الحرية، وهي أيضا ما يهدف له الربيع العربي. أتمنى ذلك، ولكن لا أظن أن ذلك سيقع بالغد. قراءتي لما يقع حاليا في العالم العربي والإسلامي هي نوع من الثورة من القاعدة، يعني من أرض المجتمع، لتغيير النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بدرجة الأولى. فتغيير هذه النوع من المواضيع تحتاج إلى جهود جبارة، فلا أظن أن المساواة ما بين الاختلافات الجنسية هي في مقدمة المذكرة التي سيعالجها هذا العالم العربي الذي هو شاغل حاليا بتحقيق أهدافه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ياريت، الكلمة الأولى اللي تيجي على ذهني وهي ياريت أن يكون يورو جيمز في بلد عربي، ولما لا؟ ولكن للأسف الشديد وللأسف الكبير العالم العربي مش مستعد كليا لاستقبال هذه المظاهرات وهذه المنافسات الرياضية.